ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سمعك تسريح كان قالوا سير جاي فرحات قال قال أنك تحفظت على التنصيص على الانتماء المتوسط لتونس ومعناها لأنه فما إسرائيل وكذا وأنت وقتها وزير تربية. خلنا نسمع وش قال. قالوا تونس بلد إفريقي عربي إسلامي وكم واحد قال متوسطين يقوم كاش اسمه اللي كان وزير تربية مدة 24 ساعة له نهضة ولا حتى شيء بأنه اللي عنده لدين لملة قال نعم متوسطين معناها تحبوا تخفيوا إسرائيل ورا المتوسط. قبلت نهار قلت له بالذي لا إلا هو شوفك تاكل كومبلي بواسون بوري لما نعطيك تريحة باش نوريك شنو المتوسط. حامدي العظيم كيف ننسى الحامدي العظيم تعرفوا مسي الحامدي بروحه العدو الأساسي لبنيامين نتنياهو هو شخصيا هو تقريبا معناه هو فيه 50 كيلو ونيف هذاك يعتبر روحه هو العدو الأساسي للكيان الصهيوني. كيان صهيوني متخبي بالبحر المتوسط من مرسيليا إلى برشلونة وشكون يدافع على البحر المتوسط اللي هو بالطبيعة كان بحر إسلامي سيدي بحر عثمان اللي كان جاسي الحمدي يعرف تاريخ مربي وهي للأسف تجيل الشباب التونسي في جميع المدارس وتقول لهم البحر المتوسط ليس بعدا أساسيا في حضارتنا. محمد الحامدي رجاء فرحات هو كاتب هو مسرحي هو يعتبر من النخبة يعني في البلاد قال عليك الكلام هذا في زوز جوانب فيه الشكل كيف ساغ رأيه هذا ما يتناقش ولكن في مضمون زد ربما يتناقش. خليك أنت كتبت تدوينة صغيرة قلت انحدر إلى تعييري بنحافتي إذا كسألت قدش توزن بكري ولوح بإفحامي بالعنف الجسدي ما نحبش نكمل البقية تفضل. والله وضروري الرد عليه هذا كان تحب انا نسال وانت مش نقول لك ما يقولوا ساعات ما تناقش كذا لا يعجز الناس على التفريق بينكم انا ساعات ما نوعيه ما يمكن ما تناقشهمش باش ما الناس خاطر تلتبس عليهم الامور انا بكري ثم شكون علق لي قال لي ما حقمش الكلام هذا مش عارف شو يقصد معناه كلاميني كلام الاخر يظهر لي ما سمعاش. شوف مدام ضروري نرد خل الناس تحفظ حدودها شوية كما يقولوا العرب عاش من عرف قدره وجلس عنده. أنا والله معناها خيبة أمل خيبة أمل هذه إنه خبي انظفرين معناها وضع حراس القيم حتى وقت اللي احنا نفسدوا شوية السياسيين ربما في الاكتيفيزم تاع السياسة مفروض هذي ينبهون القيم فين القوم منحدرين أكثر من الانحدار نفسه معنا. وأنا على فكرة تو ثبت راه ثم كلام ثبتته تو وطن أرجع له. شوف سيد هذا يحكي على أني نيت حفظت يبدو لي يقصد على الانتماء المتوسط يبدو لي يقصد أيام مناقشة الدستور هو يبدو لي يقصد أيام مناقشة الدستور على أني نيت حفظت على ذكر البعد المتوسطي في تحديدنا الانتماء التونس. أنا والله ما نذكر أما كان عملتها أحيي نفسي لهذا التحوط خطر السيد هذا ما يعرفش أو يعرف ويتجاهل إن هالصيغة المتوسطية في التسعينات معروفة هي تميع التاريخ في الجغرافيا هذه صيغة مقترحينها وقت اقترحوها الأوروبيين الحديث على الشرق الأوسط والحديث على المتوسط باش ما يحكيش على وحدة المنطقة العربية خطر في وحدة المنطقة العربية إسرائيل لا محل لها كي تعومها في الجغرافيا تلقى عندها محل دخل فيها إسرائيل ودخل فيها تركيا ودخل فيها هكو المقصود منها لكن أنا والله ما نذكرش تحفظت صدقني ما نذكرش. وثاني حاجة والله لو ناقشني في المضمون والله على عيني ورأسي ما يقلق ليش شو مشكلة وجهات نظر هي شنو حقائقي ومطلقات ما هي وجهات نظر أما هو يبدو لي أفرغ من أنه يناقش في المضمون بخلاف الادعاء معناه والتعالم الكذب معناه التاريخ تاريخ المتوسط أنا متأكد نعرف أكثر منه. وعلى فكرة حتى في المرحلة الإسلامية المسلمين كانوا يسموه بحر الروم عمره ما كان اسمه البحر الإسلامي ولا كانوا يسموه بحر الروم لأن قبلهم كان مجال سيطرة بيزنط ما عليناش مش هذا الموضوع. الراجل ما يقش في المضمون الراجل معناها ينحدر إلى أسلوب أولا بقي وزير 24 ساعة لا سيدي أنا بقيت وزير 6 شهور وقيت وزير 6 شهور ومش خرجت أنا من باب التصغير مثالش خلنا أنا بقيت 6 شهور ومش لأني فشلت لأن حكومة كاملة أسقطت في عبث سياسي وهي أنجح حكومة بعد الثورة أنا نفتخر أني كنت وزير في أنجح حكومة بعد الثورة
حاجة أخرى طبعا. حاجة أخرى السيد يحكي ل... تلاقيت معاه مرة أنا حسبت وقت اللي كتبت التدوينة حسبت قال لو انطلق معاه مرة قابلت معاه قلت قابلت معاه يكذب يكذبوا كذب كذب بواح يقولوا العرب يكذب قابلتوش والله عمري ما قابلت والله عمري ما قابلت نسيت كما نسيت الانتماء للبحر المتوسط يا ولدي والله عمري ما قابلت للحوض عاد هيك اللي نسيت هاني قلت لك نسيت يكذب به هذه نمر. هذه جديدة هذه فقط بيته نقطة أخرى بربي نقطة أخرى يعني سيد هذا يوزن 50 كيلو وبيقاوم إسرائيل وأنا كنت سيدي توزن تبارك الله أعطيك ربي بسطة في الجسم اللهم لا حسد قاوم أنا قلت له بأسلوب بسيط وتراثي شوي قلت له المرء بأصغريه قلبه ولسانه أو وجدانه ولسانه وأنت مع الأسف يبدوني مضروبين الزوز يعني 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 احنا تو هذا مبدعين هذا هذا عندهم رؤيه جماليه للعالم الرؤيه الجماليه للعالم راهي ترتفع بالذوق راهي ترتفع بالاخلاق راه الصباح كي يسمع واحد فيروز يلقى روحه متخلق يلقى روحه مش عدواني راه كما قال ارسطو الموسيقى تهذب الذوق والاخلاق رجع فرحات من الرجالات معناها لا يظهر لي لا يظهر لي لا لا, و... لا 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 يظهر لي ماهوش من هذا كل خيبة أمل بالنسبة لا لا بالنسبة لي بالفعل أنا 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 عندي توقير للمثقفين والمبدعين نحترمهم أما ما نحترمش الانحدار أيا كان مأته شنو أنت يا أخي أنت مالك للمعرفة ولا عرفتك مثقفي الأشغال العامة اللي يفهموا في كل شيء يبدو لي من مثقفي الأشغال العامة هذا يفهم في التاريخ ويفهم في الـ في الـ في النسوية وقتها يحكي على التاريخ النسوية ويفهم في في التاريخ السياسي ويبرر في الاستبداد على فكرة ويبيض الاستبداد يفهم في الـ في الجيوبوليتيك يا صاحبي شد حدودك شوي زادة محمد وحاجة أخرى بربي حاجة أخرى بربي مازال لا حاجة أخرى مازال مازال شوف ثم نوع من الأرستقراطيات الكاذبة والمغشوشة يبدو لي أدمنة تتطاول على أبناء الشعب وأدمنة تتطاول على اللي يتصوروهم أفاقيين أنا نقولهم باختصار شديد رانا أصحاب بلاد كيفكم إذا مش أكثر منكم وراو قادرين على رد الصاع صاعين وتأدبوا ولزموا حدودكم هذه مسألة فيها نوع من التمييز الجهوي فيها فيها في نفس القناة أنا سمعت واحد يقول في كلام هذا كلام شوف هذا لو قاله واحد صغير نسموه تنمر تنمر وهو انحراف سلوكي أما هذا انحراف سلوكي من راجل كبير اللهم منعتبروه في خريف العمر أبي تقول خرف معناه يمكن في نفس القناة سمعت زادة كيف كيف من واحد سودي زوم من رجالات الدولة شبعنا به هذه رجالات الدولة وهم لا رجالات ولا رجالات دولة تعليقات عنصرية لا تليق بأبسط مواطن جالس في قهوة مش رجل دولة في العهدين مخضرم أنا قبل الثورة وبعد الثورة يعلق علي أنا تعليقات جهوية عرقية مقيتة في حالة على الجنوب وفي يعني شو هو هذا شو هذا تو ويجو بعدها بعد يتبجحوا البعد المتوسط أنت متخلف معناها متخلف أنت شوف أنت حتى البعد القطري التينيزيو تينيزيان معناها الإنعزال التونسي أنت في ما دونه أنت تتطاول على أبناء بلدك وماشي بتتوحد مع الخواجات بتاع المتوسط نرفز محمد الحامدي منفعل. لا تنرفز على الظواهر منفعل لا 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 تتنرفز على الظواهر بالفعل الظواهر السيئة تنرفزك أنا نكمل سمعك صافي سعيد أنت منرفز منرفز لا 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 فعلا لا اشوف يا اخي تتصور انت انا معناها مقلقني انا معناها اني نحيفه تصور تصور فعلا تصورها موضوع نقاشي هذه بالفعل معناها اني فرحان نحيفه لا بالعكس انا ولا فرحان بها رشيد ميما يا تصور مقلقت لا انا مقلقني الانحدار مقلقني شوف سيد المسيح يقول لتلامذته انتم ملح الارض فكيف اذا فسد الملح يعني هذه النخب اللي معولين عليه إذا كان النخب هذه هكا معتهم على حد ملاه
برشا نخب من نوع اي مع الاسف ماني قلت لك انا نخب سياسيه ونخب علميه ونخب يا سيدي قلنا السياسيين كما قلت لك تهزهم الحميه نتاع الاكتيفيزم بوليتيك والهرج والعرك هي المثقف انت ماك بعيد على الحكايه هذه المثقف انت معولين عليك حارس للقيم فما نلقوكش في البلاصه هيك